يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. حابب ابتدي معاكم النهاردة بحاجة فيها طاقة أمل وإحساس بأن مفيش حاجة مستحيلة، وطول ما أنت بتعمل اللي عليك وطول ما أنت بتجتهد وبتاخد بالأسباب ومكمل في طريقك لغاية آخر لحظة إن شاء الله أكيد هتوصل. إن شاء الله تقدر كمان تعمل ريمونتادا عظيمة زي الريمونتادا اللي عملها منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة امبارح. المنتخب كان بيلعب مع منتخب جزر الفاروق في الدور ربع نهائي من بطولة العالم لكرة اليد والمقامة في كرواتيا. كان فاضل على نهاية المباراة 24 ثانية وكنا المنتخب مصر متأخرين بهدفين. أي حد طبيعي في الموقف ده كان هيقول خلاص المباراة خلصت، مبروك لفريق جزر الفاروق وخلاص. لكن لاعبين منتخب مصر الأبطال كان عندهم بقى رأي مختلف تاني. في 24 ثانية بالظبط قدروا يحرزوا هدفين. كانوا اتعادلوا الأول 31-31، وبعدها بعد هدف التعادل ما جه في الثانية الأخيرة من المباراة لقينا كمان ابتدوا يلعبوا وقت إضافي، والمنتخب المصري فجأة وإحنا بنتفرج لقيناه بيفوز بفارق 4 أهداف، والمباراة خلصت 38-34. أعتقد ده نموذج مهم للإرادة المصرية، نموذج بيقول إن مفيش حاجة اسمها يأس. حاول مرة واثنين وتلاتة وقوم وقع وارجع حاول وقوم تاني. اعمل اللي عليك وسيبها على الله، وفي الآخر إن شاء الله هتوصل. صباح الأمل والمكسب، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.